نجاح رواده والكل تميز قصة كفاح، فكن معنا أحد رواد النجاح. إحنا دلوقتي داخل صرح مميز لبيع أدوات الصيد وكل منتجات التخييم. إحنا معاكم من مؤسسة المواسم لتجارة أدوات الصيد، ومن هنا بتدور حكايتنا. علي الحسني المدير العام لمؤسسة المواسم لتجارة أدوات الصيد. أهلا بيك سيد أحمد. أهلا ومرحبا، أنا السماء الخليل، شرفنا بوجودكم. نستأذنك دلوقتي بنروح نشوف تقرير ونعرف أكتر عن مؤسسة المواسم لتجارة أدوات الصيد. شرفنا. الأشخاص المهتمة بالنشاطات البحرية زي ما نشوف يعني مستلزمات السباحة، الملابس الرياضية السباحية، حتى ملابس أوقات الشتاء الشتوية للسباحة الأيام الباردة، والملابس الصيفية، مستلزمات السباحة في هالقسم تلاحظ عليها الغوص والصيد. أنا عندنا الناس اللي تهتم بالغطس بالذات الأوقات الليلية، نوفر لهم الإضاءات ضد الماء للأعماق البسيطة، وكذلك الأعماق الأكثر إلى 40 متر توصل الإضاءة. أمور التخييم والمستلزمات الصيد مقاربة للأمور التخييم البرية، كذلك مستلزمات السفر تكون نفس المتطلبات، فالمسافر يحتاج بعض الأمور نفس الأدوات اللي يحتاجها الشخص اللي طايع في أمور المخيمات. ممكن نتوجه إلى القسم هنا نشوف مستلزمات النشاطات البحرية، حتى مستلزمات الأطفال طبعاً مش ناسينهم بكوني صاحب أسرة، نعرف شو يتطلب كألعاب البيت توي صغيرة. أوكي، هنا تلاحظ أمور التخييم كالمخيمات الثابتة الدائمة والأمور التخييم بشكل مؤقت لساعات أو يوم. المخيمات الثابتة ممكن استعمالها حتى كمجالس للبيوت، وأيضا يستعملون أصحاب المعارض كثير جدا يطلبونها. أنا نشوف الجلسات الأرضية هذه تخص المخيمات، وكذلك نفس العملية يستخدمونه في المجالس والمنازل. طلبات التخييم كراسي الشواطئ، الايس بوكس بكل انواعه، حتى الانواع الاستعمال مؤقت
تلاحظ ان ثلاجة الثلج موجودة طبعا بالخارج. انا نشوف الامور الكامب فاير حاليا مش مطلوبة كثير بالسوق حكم الجو. بعد شهر في حدود 30 يوم مع برودة الجو كثير الناس تحتاج مخيمات النار والشوي والمعدات الطبخ. نشوف هنا الأمور الباربيكيو وأمور الشوايات. في هذا الجهة ممكن أعرض لكم قسم خاص للطلعات السفاري مثلا أو جولات الصحراء. كثير أشياء تسهل على الرحالة وتوفر عليهم الوقت. متطلبات تختص بالسيارات طبعا للمتوجهة المناطق الصحراوية. هنا عندنا قسم الكامبينج التخييم. من التخييم كثير رياضات. في رياضة بدأت تنتشر بشكل أكثر السنوات الأخيرة هذه اللي هي رياضة التزلج على الرمال. ما كانت منتشرة كثير الحين بدأت تنتشر بشكل أكثر متسارع على السنين الأخيرة. نفس عملية التزلج على الثلوج في الدول الأوروبية جنوب ألمانيا وسويسرا. نفس الرياضة بالضبط ونفس زلاجات مقاربة. هذه الأمور تكون موسم الشتاء طبعا. في هذا القسم أمور نفس الأمور المستلزمات المنزلية لكن بشكل يعني من ناحية الحجم فول دبل ممكن يتطبق على نفسه وأشياء تكون بالحقائب حتى ما تأخذ مساحة بالسيارة. خفة الوزن سهولة الاستعمال. على سبيل المثال المطبخ مثلا جميع ما تحتاجه في المطبخ. مغسلة اليد من حجم ومن وزن من سهولة النقل. هذا السخان الماي دائما نستحتاجه في حياتنا العامة لكن يجي هنا لمستلزمات الرحالة دائما يحتاجوا المصدر الكهرباء وممكن نشتغل على السيارة. بعد ما شفنا التقرير سيد أحمد ممكن تكلمنا أكثر عن مشروعك وتقولينا إزاي ابتديت الفكرة؟ نعم بداية الفكرة كانت هواية النشاطات البحرية من ضمنها الغوص والصيد. دائما كنا نطلع بشكل جروبات ونحتاج كثير أشياء تخص الأدوات الرياضية البحرية والتخييم. فتبلورت الفكرة أن أعمل هذه الخدمة كمحل تجاري بدرس وفر الجميع ما يتطلبون الأشخاص اللي يمارسوا هذه الأنشطة. هذا من السنين وتطور الموضوع على النشاط أكبر ودخلنا كذلك رياضات خارجية غير الغوص الرياضات البرية. ممكن تحكي لنا إيه هي الخدمات والمنتجات اللي أنت بتقدمها هنا في المؤسسة؟ الخدمات تخص كل من يعني توجه إلى أمور الشواطئ للرياضات الشاطئية البحرية والرحلات البرية كذلك. الموسم على وشك أن يبدأ وتخص كذلك اللي مش الأشخاص اللي رايحين لتخييم وغيره. تخص يعني ممكن احتياجات السيارات
مستلزمات السيارات الفور اكس فور سفاري ممكن الشخص يعني يستعمله في حياته العامة، حتى الخيام والمظلات مش يستعملونها فقط للتخييم، كذلك يستعملونها في حياتهم العامة مثلا في البيوت أو أثاث أو هالأمور، لكن والأشياء التراثية زي ما تلاحظ يعني الناس تحب الأشياء الحين بالذات وقت المخيمات وقت التخييم. تفضل للأشياء التراثية، زمان لما نطلع رحلات تخييم فنجمع الأدوات من عدة متاجر، مثلا أدوات الصيد من متجر الصيد وأدوات المظلات والكراسي وشغلات نحتاج الماء نحتاج الكهرباء، فيأخذ من الشخص وقت ومجهود. الخدمة اللي نوفرها أن نوفر كل ما يحتاجه في نفس المكان، وبالذات أن غالباً يعني على طريقة، لأن هذا الطريق الخارجي بين الإمارات والمنطقة عموماً مطلع على شواطئ الدولة، شواطئ إمارة عجمان الموجودة، الشواطئ منطقة الحمرية من أجمل الشواطئ في الدولة، وكذلك إمارة أم القيوين إلى رأس الخيمة، يعني منطقة ساحلية. هذا الشارع اللي كان يربط الإمارات سابقاً قبل ما يتشكل شارع محمد بن زايد أو الشارع، كذلك المنطقة البرية من الجهة الثانية فترة موسم التخييم المنطقة البرية بالخلف على طول، غالباً بعد شهر لأن الجو يتحسن، الملاحظ يومياً تحسن درجة الحرارة، غالباً يعني ممكن شهر يكون الناس ممكن تجلس في النهار في الصحاري وغيره. حتى كمان شفنا لحضرتك حتى الملابس بتوفرها. نعم، الملابس الرياضية، الرياضات اللي مختصة في الأنشطة اللي مختصين بها نحن، ملابس السباحة وملابس الغوص. في فترة الشتاء نوفر أيام يكون الجو بارد جدا نوفر ملابس شتوية يحتاجوها كثير الناس اللي تخيم في المناطق الصحراوية، حتى ملابس الأطفال دائما نوفر، عدد أطفال كثير عندنا العوائل دائما يجوا في فترة الحين حاليا موسم الشواطئ والسباحة، يعني كل عائلة يكون عندها عدد من الأطفال وكثير من العوائل تحضر، فنوفر لهم الأطفال أمور الأمان، لايف جاكيت، أمور السيفتي، نعم، الألعاب، ألعاب الأطفال، شغلات السباحة، يعني الأطفال عنصر مهم عندنا نوفر لهم كل ما يحتاجونه ويستاهلون. حتى شفنا فيه الكشافات أو الكتل. نعم، الإضاءات في السيارة يعني، فدي ميزة كويسة. نعم، الإضاءات متوفرة بجميع الأحجام والأشكال وقوة الإضاءة بما يناسب النشاط المستهدف من الشخص نفسه. طيب سيد أحمد، ممكن تقولي إيه هي المميزات اللي موجودة عندك تميزك عن بقية منافسينك؟ طبعاً وجود المنافسة بين المؤسسات المماثلة تتولد المنافسة، طبعاً هنحاول نوفر نركز على الأشياء الصديقة للبيئة، حتى بعض البرودكت اللي كاستعمال مرة واحدة نفضل يعني نتواصل مع الموردين أن تكون قابلة للتحلل، نهتم في هالشيء كثير. طيب سيد أحمد، أكيد مشروع جميل زي كده فيه تحديات وصعوبات قابلتك، ممكن تكلمنا عنها؟ الصعوبات والتحديات تواجه أي شخص يبدأ في المشاريع التجارية من في البداية، طبعاً بالذات أول سنة، أمور التسويق، أمور التمويل، مع الوقت مع الخبرة فيبدأ يعرف كيف يتغلب على هاي الأمور مستقبلاً، والحمد لله وصلنا يعني مستوى نتغلبنا على الأمور تجاوزناها. We are one of the biggest camping store in the UAE. We are offering the huge variety of fishing items and for swimming and for diving items. We have different kinds of tents. We have automatic tent, umbrella tent, and we have also Arabic tent. We have a wide range of swimming items, diving items, fishing boots,
waterproof batteries. Please do visit our store in Sharjah, Al-Hamriya. تميز بيكون في كل مشروع في نقاط تميز، بس في محلنا احنا ممكن متميزين بالاسعار عن غيرنا من المحلات، وفي نفس الوقت متميزين بالتنوع في البضاعة الموجودة في المحل، لأنها تضم تخييم وتضم بعد رحلات وبحر وبر. فإن شاء الله يكون المنتجات الموجودة هنا تغطي كل هالفئة من الرحالة اللي هم يتوجهون للبر أو البحر. رحلة البحر اللي هي تكون التخييم على الشاطئ، فشو ما يحتاج من حتى من الثلج والماء لين الحصير وA to Z، يعني تعتبر كل شيء أنت تحتاجه، مش محتاج تأخذ أي شيء من بيتك. فتجي بس المحل تختار البضاعة اللي تحتاجها أو الأشياء اللي تحتاجها، وإحنا نرشدك شو المحتاج لنا في الرحلة وتأخذها، وتكون إن شاء الله في مأمن في رحلتك. البار عندك كل شيء، عندك التخييم، عندك أدوات شواء نفس الشيء، عندك الخيام في كل أنواعها وأشكالها، عندك الفحم والماء، كل شيء كل شيء تتوقع أنك أنت لازم تروح يكون معك في الخيمة، لازم يكون موجود في المحل إن شاء الله. المحل اللي في البداية ابتدأنا فيه المشروع كان محل صغير، على أساس أنها كانت مجرد هواية مثل ما قلت لك ومشروع بسيط. فتوسعنا فيه لما شفنا الإقبال من الشباب ما شاء الله عندنا في الإمارات والشابات بعد للرحلات، فحسينا لا أن المحل مش كفاية لنا، فتوسعنا في المحل، خذنا في مكان يكون مفتوح أكثر ساعات وفي نفس الوقت يكون مكشوف للناس كلها، أنها تشوف أن هالمحل محل يعني يضم شريحة كبيرة من الرحالة اللي تحتاج الأشياء الموجودة في المحل. الأسعار بتفاوتة، لكن ما عندنا أسعار، أسعارنا تنافسية بالفعل، يعني إذا تقدر تشيك في المحل آيتم آيتم الأسعار ما تحصلها محلات ثانية، يعني لازم يكون سعرنا أقل من المحلات الثانية بالفعل. في بداية المشروع كانت محلية، لكن بعدين توسعنا الحمد لله، حين بدأت تصير عندنا البضاعة من برا الدولة، حتى من ألمانيا بعد في عندنا آيتمات دخلت على المحل، في من الصين طبعا أغلبية، في عندك من السعودية، لأن احنا متعاونين مع طبعا هم براندين معروفين في بين الشباب أكثر شيء، القاضي والسنيدي، فمشهورة البضاعة مالتهم إن هي من جودة عالية، فإحنا نوصلها المحل هنا ونبيعها عن طريق محلنا. بس حبيت أنوه الموضوع إن الزبون اللي يدخل المحل يتوقع إنه في السيزن أوكي أنا أزور المحل اللي هو في فصل الشتاء أو في فصل الجو اللي يكون معتدل، ويمتنع عن دخول المحل أو زيارة المحل في أيام الصيف، وهذا أعتقد إنه هو رأي خاطئ، لأن المحل يحتوي كل شيء، يقدر يحصل أشياء مفيدة في الصيف وفي الشتاء. فأتمنى أن هالفكرة تتغير عن طريقهم، أن أوكي زوروا المحل شوفوا في أشياء تحتاجونها، في ملابس تستخدمونها في المسابح في الفنادق، في أشياء ثانية تستخدمها في البيت تحتاجها في قاعدة في البيت، تقدر تسوي لك قاعدة صغيرة في البيت، تحتاج أشياء تخيم في البيت، تحتاج تشوي في البيت، فكل شيء موجود متواجد إن شاء الله. سيد أحمد، ممكن تكلمنا عن شركائك في النجاح اللي هم وصلوك في النجاح ده في المؤسسة؟ نعم، وأشكرهم جداً جداً، وأولهم الوالد الله يطول بعمره، وكونه تاجر سابقاً، فهو اللي دعمني وشجعني على هالأمر من البداية، وكذلك زميلتي نجاة كمال بكون عندها خبرة كبيرة في الأمور التجارية والمشتريات والتسويق والمبيعات، والأخ حميد الشامسي صاحب مؤسسة الصياد التجارية اللي وجهني إلى العالمية، استيراد من الخارج والأسواق المعارض الدولية والأسواق الخارجية، هو اللي يعني اللي دلاني على طريق الحرير اللي هو طريق الصين مثل ما هو متعارف عليه من سنين. وأشكر طبعاً الحكومة والحكام اللي وفروا لنا البيئة لهذا الأنشطة والأمن والأمان لتطوير الأمور والاستثمار في دولة الإمارات. في النهاية بنشكر حضرتك سيد أحمد، وسعدنا جداً بلقاء حضرتك. شكراً جزيلاً، وشرفنا بوجودكم معنا. كان معنا السيد أحمد علي الحسني، المدير العام لمؤسسة المواسم لتجارة أدوات الصيد. وزي ما ابتدينا الحكاية بقصة كفاح، رح ننهيها بكلمة شكر لكل رواد النجاح. انتظرونا الحلقة القادمة.